السلام عليكم، اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد. تخيلوا ان احنا نقدر نحضر كورسات من جامعات قويه جدا، جامعات زي جامعه هارفارد، جامعه ستانفورد، او جامعه زي ام اي تي، ومجانا تماما. مش محتاج فيزا، مش محتاج انك انت تسافر، مش محتاج تدفع حتى جنيه واحد، ومش محتاج حتى انك انت تحضر لو مش عايز. وفي الفيديو ده ان شاء الله هشرح لكم ازاي تحضروا في افضل الجامعات، وهقول لكم على كل التفاصيل خطوه بخطوه. ولكن ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. فبسم الله يلا بينا نبدا. ولو مرة القناه، فانا عبد الله رشدي، مهندس عايش وبشتغل في المانيا. وعلى القناه هنا هتلاقوا فيديوهات عن ازاي الواحد يسافر لالمانيا بشكل خاص، وعن السفر بشكل عام لان من هوايه السفر. وكمان هتلاقوا فيديوهات ليها علاقه بالتصوير والهندسه. وفيديو النهارده ان شاء الله هركز معاكم زي ما قلنا على ان ازاي الواحد يحضر كورسات في اقوى جامعات مجانا تماما. وخلونا الاول نبدا بمنصه من المنصات اللي كانت معروفه جدا، واللي كان برضو الواحد يقدر يحضر منها كورسات كتيره من جامعات قويه جدا مجانا. ولكن مع الاسف مع بدايه سنه 2025 لغوا فكره ان الواحد يحضر الكورس كله مجانا، وفتحوها بس ان الواحد ممكن يحضر اول اسبوع من الكورس بشكل مجاني. ولو حبيت الكورس وحبيت انك انت تكمل، فلازم تدفع علشان تاخد باقي الكورس. والموقع دوت هو موقع كورسيرا. ولكن ما تقلقوش، مش هي دي المنصه الوحيده اللي موجوده، في منصات تانية كتيره موجوده وكمان ممكن يكونوا اقوى. اول موقع نتكلم عليه هو موقع ايدكس، ودي تعتبر المنصه رقم واحد دلوقتي. وتخيلوا ان المنصه ديت معموله من جامعه هارفارد وجامعه ام اي تي بنفسهم، فاكيد لازم تكون من افضل المنصات. والحمد لله ان لسه في سنه 2025 يقدر الواحد يدخل ويتفرج على الكورسات كامله مجانا على منصة ايدكس. في آلاف الكورسات من أقوى الجامعات اللي موجودة في العالم، والكورسات دي بتكون في مجالات كتيرة مختلفة، ولكن بتتخصص أكتر في مجالات زي البرمجة، البزنس، العلوم، والهندسة. فدي أول منصة اتكلمنا عليها ومن أهمهم. وبعد شوية كمان إن شاء الله هندخل على الكمبيوتر مع بعض علشان أوريكم إزاي تسجلوا وإزاي تدخلوا على الكورسات وتتفرجوا عليها مجانا بالكامل. ولكن خلونا نتكلم الأول على باقي المنصات وبعدين ندخل على الكمبيوتر مع بعض. تاني منصة موجودة وبرضه من أكتر المنصات المشهورة وهو موقع MIT Open Courseware، وده موقع مخصوص معمول من جامعة MIT، ومنزلين عليها كل المواد اللي الجامعة بتديها. ولكن من العيوب اللي بشوفها في الموقع دوت انهم مش بيحدثوا الكورسات بتاعتهم، يعني في كورسات هتلاقوها من سنة 2006 او حتى قبل كده كمان. كورسات قوية وكل حاجة، ولكن احساس الواحد انه بيتفرج على حاجة قديمة من 2006 او حتى قبل كده احساس مش كويس. احنا حاليا في تطور مستمر والذكاء الاصطناعي مغطي الدنيا، فمثلا لما الواحد يحضر كورس عن الروبوتات من سنة 2006 او قبل كده، هيحس ان الحاجات اللي هم منبهرين بيها وبيزوروها في الكورس حاجات دلوقتي اصبحت عاديه جدا. فهو كمحتوى علمي لسه طبعا مفيد جدا، ولكن هو بس احساس ان الواحد بيتفرج على حاجه قديمه جدا ممكن يكون احساس مش ظريف. على الموقع فيه اكتر من 2500 كورس كاملين، والجميل كمان ان الواحد مش بس هيلاقي فيديوهات المحاضرات موجوده على الموقع ده، كمان هتلاقوا عليها ملازم، هتلاقوا عليها واجبات، وهتلاقوا عليها حتى الامتحانات اللي كانوا بياخدوها وقتها. فطبعا دوت من اجمل المصادر اللي الواحد ممكن يتعلم عليها. كمان الموقع مفتوح سداح مداح، اي حد يقدر يدخل، حتى مش مطلوب مننا ان احنا نسجل عليه حساب. نقدر ندخل على الموقع عادي جدا، نتفرج على الفيديوهات اللي احنا عايزينها، ننزل اللي احنا عايزينه، ومحدش حتى بيسالنا انتوا بتعملوا ايه. والمصدر الثالث هنتكلم على موقع فري كود كامب، والموقع دوت زي ما هو باين من اسمه انه متخصص اكتر في البرمجه، فالموقع دوت اكتر للناس اللي عايزه تتخصص في البرمجه وفي تطوير المواقع والكلام ده كله. والمصدر الرابع هو موقع خان اكاديمي، وخان اكاديمي هو موقع مركز على المواد الاكاديميه بشكل عام، وحتى مش متخصص جامد في المواد الجامعيه. ولكن في ناس كتيره منكم بيسالوني انهم لسه مثلا داخلين كليه هندسه وعايزين يراجعوا على مواد الرياضيات والفيزياء والحاجات اللي هي كانت في الثانويه العامه، فموقع زي خان اكاديمي هيفيد الناس دي جدا، وعلشان كده ذكرته في فيديو النهارده. فالمواقع اللي احنا هنتكلم عليها اكتر بالتفصيل هو موقع ايدكس وموقع ام اي تي اوبن كورس وير. اما المصدرين الثالث والرابع هنعدي عليهم بسرعه كده. فكده اتكلمنا عن كل المنصات، يلا بينا نروح على الكمبيوتر ونشوف ازاي الواحد يقدر يسجل على المواقع دي. اهلا بيكم مره ثانيه، ويلا بينا دلوقتي نروح على الكمبيوتر عشان نشوف المنصات اللي احنا اتكلمنا عليها وازاي نقدر نسجل عليها. وهنبدا الاول بمنصه ايدكس لانها تعتبر من اهم المنصات اللي انا عايز اتكلم عليها. مبدئيا نقدر نشوف الكورسات اللي متاحه في ايدكس بالعناوين، يعني احنا مثلا عندنا هنا براوز باي توبيك بالعنوان، ونقدر نشوف هنا بعدين لو دوسنا على فيو اول توبكس هيورينا كل العناوين اللي متاحه على موقع زي ايدكس. عندنا طبعا فلاتر كتيرة هنا مهمة، فلتر بالسبجكت، العنوان اللي احنا عايزين نتعلمه او ندرسه، حاجة ليها علاقة مثلا بالعمارة، حاجة ليها علاقة بالفنون، بالبيولوجي، يعني حتى في حاجات ليها علاقة بالطب، للبزنس، في الكيمياء، كوميونيكيشن، وطبعا حاجات كتيرة موجودة هنا. ولكن تقريبا كده لو جمعتوا بالعناوين المتاحة هتلاقوا ان اكتر المواد المتاحة بتكون للهندسة وكمان للبزنس. فخلاص عشان ما نضيعش وقتكم، ندخل مثلا لو عايزين ندور على حاجة ليها علاقة بالهندسة، فزي ما شايفين ممكن الواحد يختار الكورس بشكل عام، ان انا عايز كورسات ليها علاقه بالهندسه بشكل عام. ولكن في العادي الواحد ما بيعملش كده، الواحد المفروض بيكون عارف هو عايز بالظبط يتفرج على كورس ايه، مثلا الكورس ليه علاقه بالروبوتات او الالكترونيات او ايا يكن الكورس اللي الواحد عايز يتفرج عليه. كمان الواحد ممكن يدور بالسكيل، يعني الواحد ممكن يدور كمان بالمهاره اللي عايز يكتسبها من الكورس ده،
بمعنى عايز اكتسب مهاره ليها علاقه بالمحاسبه، مثلا عايز اكتسب مهاره ليها علاقه بالخوارزميات او مثلا بالذكاء الاصطناعي، فممكن الواحد كمان يدور على حسب المهاره اللي عايز يكتسبها. كمان الواحد طبعا ممكن يدور بالجامعه اللي بتدي الكورس، يعني مثلا انا عايز اتابع الكورسات اللي هي من جامعه هارفارد او حاجه زي كده، مثلا جامعه هارفارد هنا متاح منها 200 كورس، او حتى مثلا من جوجل او من جامعات كتيره جدا، هتلاقي برضو هنا مثلا جامعه ستانفورد او جامعه ميونخ التقنيه ليها 24 كورس على موقع ايدكس، فممكن الواحد كمان يدخل يدور على حسب الجامعة اللي هو عايز ياخد منها الكورس. كمان الواحد ممكن يدور على حسب هو مثلا عايز ياخد ايه من الكورس دوت، عايز ياخد بكالوريوس كامل ماجستير او حاجة زي كده، ممكن الواحد ياخد كورس كامل وياخد بكالوريوس كامل من موقع زي كورسيرا، بس طبعا هيدفع عليه فلوس، او ماجستير، ولكن زي ما انتم شايفين الموضوع مش متاح كتير، يعني بس هنا في 9 تخصصات للبكالوريوس او الماجستير 16 تخصص بس متاحين، ولكن الاغلبية اللي موجودة على الموقع ان الواحد ياخد كورس معين وياخد منه شهادة، او زي ما قلنا لو الواحد عايز ياخد الكورس مجاني فما بياخدش شهاده. في كمان ان الواحد يدخل يدور على الكورس باللغه، فمثلا هنا برضو في كورسات باللغه العربيه ولكن مش كتير، هنلاقي مثلا الجامعه القطريه عامله شهاده في رياده الاعمال والابتكار، وفي هنا كذا كورس تاني زي مثلا شركه اتش بي عامله كورس لاداره الرياضيات الالكترونيه وتطوير الالعاب، فزي ما انتم شايفين الفلاتر ديت ممكن تكون مفيدة جدا. برضو الواحد ممكن يفلتر على حسب المستوى اللي هياخده، في مثلا مستويات ان الواحد ياخد introductory course، ان ياخد حاجة عبارة عن مقدمة في المادة او الكورس اللي هو عايز ياخده، او مثلا ممكن ياخد الكورس في المستوى المتوسط، او مثلا ممكن ياخد في المستوى اللي هو الادفانسد اللي هو المستوى المتقدم. فدي كلها فلاتر ممكن تفيدنا ان احنا ندور على الكورسات بتاعتنا، ولكن الطريقة الافضل ان انا عن نفسي بدور بيها على المواقع زي كده، ان انا بدخل وبكتب اسم الكورس اللي انا عايز اخده، فمثلا ممكن نكتب هنا كورس له علاقة بالروبوتكس، نكتب هنا روبوتكس في البحث، وهنلاقي هنا من النتائج اللي طلعت 103 كورس متاح، ولكن انا بدور على الروبوتكس بشكل عام فهنلاقي حاجات كتير عليها علاقة بالروبوتكس. الروبوتكس مجال طبعا واسع جدا، فالمفروض الواحد يحدد اكتر هو عايز يدور على ايه بالظبط، ولكن نقدر نشوف هنا النتائج اللي طلعت، مثلا هنا هيومن روبوت انتراكشن، فالكورس دوت اللي هو هيومن روبوت انتراكشن متخصص اكتر في ازاي الروبوتات والبشر المفروض يتعاملوا مع بعض، او ان احنا ندرس ازاي نخلي التعامل بين البشر والروبوتات يكون بشكل مبسط وبشكل اكتر واقعي، فده مثلا كورس انا ماليش علاقه بيه خالص، ولكن لو دورنا هنا هنلاقي برضو كورسات تانية موجوده كتير، روبوتكس فاونديشن، اساسيات الروبوتات، روبوت موديلنج، ازاي الواحد بيعمل موديل للروبوت، وهنا كورس روبوتكس بشكل عام، او هنا مثلا روبوتكس لوكوموشن انجينيرنج بندرس هنا اكتر حركه الروبوت، فالواحد المفروض يعرف بالظبط هو عايز يدور على ايه. هنا جامعه مثلا تيو دلفت اللي هي موجوده في هولندا عاملة برنامج كامل من 4 كورسات ليه علاقة بالروبوتات، ومسميين البرنامج من مكونات الميكاترونكس للروبوتات، فمثلا ممكن برنامج زي كده يكون هو اللي عجبني وعايز اتعلم من 4 كورسات اللي موجودة من جامعة تيو دلفت. فزي ما انتم شايفين اول ما دخلنا على البرنامج في شوية تفاصيل عن البرنامج، وكمان السعر بتاعها اللي هو سعر كبير $500 علشان الواحد ياخد شهادة، فزي ما قلنا لو عايزين ناخد شهادة هندفع فلوس، ولكن لو عايزين بس نحضر الكورس ونتعلم بس مش ان احنا ناخد الشهادة، فهوريكم ازاي دلوقتي الواحد يقدر يدخل الكورس مجاني. طبعا عارفين ان البرنامج دوت من 4 كورسات، لو دوسنا هنا على 4 كورسات هيودونا لكل كورس لوحديه، اول جزء له علاقه مثلا بالمواتير، تاني كورس له علاقه بالحساسات، تالت كورس له علاقه بالبروتوكولات بتاعه الاتصالات، ورابع كورس هو ان احنا ازاي بندمج دوت كله علشان في الاخر نعمل روبوت. فخلونا نقول مثلا ان احنا عايزين نحضر اول كورس دلوقتي، نقدر ندوس هنا وبعدين هنلاقي هنا على اليمين فيو كورس ان احنا ندخل على الكورس دوت تحديدا. فزي ما انتم شايفين لما دخلنا على الكورس هنا نقدر بعدين نشوف التفاصيل اللي موجوده على الكورس علشان نتاكد ان الكورس دوت هو الحاجه اللي احنا عايزين نتابعها، وكمان بالتفصيل الممل الكوريكولوم اللي هو اللي احنا نشوف المحتوى بتاع كل اسبوع هنتعلم ايه بالظبط في كل اسبوع من الكورس، فهو ده المحتوى اللي المفروض الواحد يشوفه قبل ما يسجل على الكورس. وكمان هنا شويه تفاصيل ظريفه زي ان الكورس باللغه الانجليزيه، ولكن هنا على اليمين هتلاقوا ان في ترجمه باللغه العربيه، هنا مثلا قايلين لنا ان احنا هنسمع باللغه الانجليزيه ولكن في ترجمه باللغه العربيه علشان نعرف نتابع. طيب دلوقتي قلنا ان هو دوت الكورس اللي احنا عايزين نحضره والدنيا تمام، ازاي بقى نقدر نحضره مجانا؟ نطلع فوق هنلاقي هنا على اليمين في اوبشن اوديت كورس، واوديت كورس يا جماعه هو فكره ان احنا نحضر المحاضرات ونشوف كل المحتوى العلمي بتاع المحاضرات ديت من غير ما ناخد شهاده في الاخر، فعادي جدا ندوس على اوديت كورس، وبعديها هنا بيجي لنا ان احنا نسجل على موقع ايدكس، والتسجيل عليه مجانا، ممكن نسجل حتى وندخل بالاكونت بتاعنا على الفيسبوك او نسجل بجوجل، فانا عندي حساب هدخل على الحساب بتاعي على طول، فبعد ما تسجلوا وتدوسوا على اوديت كورس هيفتح لكم صفحه زي كده،
واللي هو بيقول لكم ان انتوا لو عاوزين تحضروا وتاخدوا شهاده تقدروا تدفعوا المبلغ اللي هو $118 طبعا للكورس ده بس. احنا شفنا المبلغ اللي هو $500 كان للبرنامج كامل اللي هو ال4 كورسات، ولكن الكورس ده بس ب118. وتحت هنا في اوديت ذيس كورس، لو دوسنا على اوديت كورس هنا، ولما دوست على اوديت كورس دلوقتي انا كده مسجل على الكورس، ولكن زي ما انتم شايفين الكورس المفروض يبدا يوم 28 اكتوبر 2025، يعني كمان اسبوع ان شاء الله. فمن يوم 28 اكتوبر نقدر نتابع الكورس، ولكن طبعا مش كل الكورسات بتكون لسه ما بداتش، في كورسات بتكون بدات وخلصت. فلو دوسنا على اوديت كورس على كورس هو خلص اصلا، هنقدر ندخل على المحتوى عادي جدا ونتفرج على كل الفيديوهات زي ما احنا عايزين. وطبعا ما حدش هيجبرنا ان احنا لازم نخلص الكورس دوت في وقت معين، نقدر نتابعه في اي وقت احنا عايزينه، ولكن ده برضو عيب لان محدش بيضغط علينا، فممكن الواحد يكسل وما يتفرجش على الكورس في الاخر. وطبعا لو الواحد عايز يطلع من كورس هو سجل عليه، بكل بساطة يدوس هنا على ان انرول ان احنا نطلع من الكورس، وهنا بتكتب السبب انك انت ليه مش عايز تكمل الكورس، وتحت خالص ممكن تقول انك انت مش حابب تقول السبب وبس، نطلع من الكورس من غير اي صداع. وزي ما انتم شايفين بكل سهولة دخلنا على الكورس وطلعنا منه من غير اي مشاكل. وبكده برضه نكون خلصنا موقع ايدكس، ونقدر بعدين نشوف الموقع التاني اللي هو موقع MIT Open Courseware، ولسبب ما ساعات الموقع دوت بيعلق، ولكن خلونا ناخد نظرة سريعة كده. وزي ما قلت لكم ان الظريف كمان في الموقع دوت ان احنا حتى مش بنحتاج ان احنا نسجل حساب، ممكن بنفس الطريقة اللي احنا شفناها على ايدكس برضه نقدر نبحث على موقع MIT Open Courseware. ولكن خلونا بكل بساطة ندخل على اي كورس من الكورسات اللي موجودة تحت هنا، ندخل على كورس Introductory Biology. وزي ما انتم شايفين هنا في شويه تفاصيل عن الكورس، وعلى الشمال هنا كل التفاصيل اللي ممكن تحتاجوها علشان تعرفوا عن الماده، من اول المحتوى الدراسي اللي بيقول لكم اللي هتتعلموه بالتفصيل، او حتى التقويم الترتيب بتاع المحاضرات وامتى الواحد المفروض يحل وامتى كان الامتحان، حتى علشان الواحد وهو بيتفرج على الفيديوهات يعرف امتى يقدر يحل الامتحان اللي المفروض يغطي المحاضرات اللي انت حضرتها. كمان هنا في الريدنجز اللي هو بيقول لك ايه الكتاب او المرجع المفروض تتابع منه الكورس دوت، وكمان ايه الشابتر الموجود في المرجع اللي بيغطي المحاضره اللي انت لسه شايفها لو حابب ترجع وتذاكر من المرجع. وبعدين الليكتشر فيديوز اللي هي الفيديوهات بتاعت المحاضرات كلها زي ما انتم شايفين، يقدر الواحد يدخل على اي فيديو فيهم ويتفرج عليه. Nanometers, there is one unit that can, you'll understand the forces that put in place that. فزي ما انتم شايفين الواحد ممكن يحضر المحاضره، وبرضه زي ما انتم شايفين الفيديو دوت من يوتيوب، لان برضه MIT Open Courseware منزله الكورسات دي كلها على اليوتيوب، ولكن هي منظمه اكتر على الموقع بتاعهم على اللي موجود على اليوتيوب، فدي القناه بتاعتهم على اليوتيوب للي حابب يتابعهم، ولكن بنصح اكتر ان الواحد يتابعهم على الموقع بتاعهم. في بعدين الريسيتيشنز، والريسيتيشنز ديت هي الملخص بتاع كل محاضره، يعني بعد ما تحضر المحاضره كمان تقدر تدخل على الريسيتيشن وتشوف الملخص بتاع المحاضره دي عامل ازاي. بعدين الاساينمنتس اللي هي الواجبات اللي المفروض الواحد يحلها بعد كل محاضره، ومش بس المسائل ولكن كمان الحلول بتاعتها. وبعدين الامتحانات المتاحه وكمان الاجابات بتاعه المسائل بتاعه الامتحانات. واخر حاجه الاستادي ماتيريالز اللي هي فيها المراجع او المصادر اللي بينصحوا بيها للناس اللي بتحضر المحاضرات ديت. فزي ما انتم شايفين الواحد يقدر يتفرج على الكورسات ديت كانه بالظبط كان بيحضر في محاضره في الجامعه، وكل حاجه متاحه، فبجد مصادر ممتازه. وبكده برضو نكون خلصنا كلامنا على موقع MIT. نيجي بسرعه كده الموقع برضو ما ذكرتهوش، هو موقع ستانفورد اونلاين، وبرضو ستانفورد من اقوى الجامعات اللي موجوده في العالم، ولكن على الموقع بتاعهم مش منزلين كورسات كتيره زي اللي موجوده على موقع MIT او موقع ايدكس، ولكن دي برضو من المصادر الكويسة علشان برضو ممكن تلاقوا الكورس اللي انتوا عايزين تاخدوه على موقع ستانفورد، وطبعا برضو هيكون كورس جبار. نيجي بعدين لموقع خان اكاديمي، وزي ما قلت لكم موقع خان اكاديمي هو مش متخصص اكتر للجامعات، ولكن نقدر نقول انه بيركز اكتر على فترة المدرسة من اولى ابتدائي لحد ثالثة ثانوي، فنقدر نقول انه مصدر كويس للمذاكرة لبتوع الثانوية العامة، او كمان للناس اللي عايزة تراجع على الحاجات اللي اخدوها في الثانوية العامة يقدر يراجعوا عليها من موقع خان اكاديمي. برضه الصراحة من المصادر الظريفة واللي بيعرف يشرح الحاجات بشكل مبسط، ولكن زي ما قلت لكم مش هندخل بالتفصيل، هو الموقع بسيط جدا، الواحد ممكن يجي هنا على اكسبلور وبعدين يشوف الحاجة اللي هو عايز يتعلمها، في مثلا رياضيات لفترة الثانوية العامة لحد الجامعة، ولو دوسنا هنا نقدر نشوف بعدين المحتوى اللي موجود، في كورسات ليها علاقة بالجبر أو الحاجات اللي ليها علاقة بالجيومتري، أو مثلا كمان هنا في المعادلات التفاضلية، فدي برضه من المصادر الظريفة اللي هتفيد الناس اللي هي لسه داخلة حتى أول سنة جامعة. ولكن مش هندخل بالتفصيل اكتر من كده عشان ما نضيعش وقت. فدوت كان موقع خان اكاديمي، واخر موقع برضو ولكن زي ما قلنا مش هندخل عليه التفصيل، وهو موقع فري كود كام، وده زي ما قلت موقع متخصص اكتر للي حابب يدخل في مجال البرمجه، فبكل بساطه ممكن واحد يسجل هنا مجانا ويتفرج على الحاجات على الموقع بتاعهم، او كمان فري كود كام ليهم قناه على اليوتيوب منزلين عليها برضو كل الكورسات اللي موجوده على الموقع بتاعهم.
ولو دخلتوا على القناة بتاعتهم هتلاقوا فيه بلاي ليست كتيرة جدا موجودة بيشرحوا كل حاجة تقريبا ممكن تتخيلوها عن البرمجة. فاللي حابب يتعلم عن حاجة ليها علاقة بالبرمجة، المصدر دوت من المصادر المميزة جدا. وبس كده شفنا ازاي نقدر نسجل ونتفرج على كل المواقع اللي اتكلمت عليها. نقدر دلوقتي نسيب الكمبيوتر ونرجع نكمل. خلاص عرفت تسجل، دلوقتي نشوف الواحد ازاي يقدر فعلا يستفيد من المصادر ديت. النصيحة الأولى، ابدأ بكورس واحد بس. أكبر غلطة إن ناس كتيرة منكم دلوقتي هيكونوا متشجعين فهيدخلوا يحجزوا بالعشر كورسات، والدفعة الجميلة اللي بتكون في الأول ديت ما بتستمرش كتير. فحاولوا تبدأوا بكورس واحد ولكن حاولوا تنجزوه وتخلصوه، ولما تخلصوا إن شاء الله الكورس دوت ادخلوا على كورس تاني وسجلوا عليه. النصيحة التانية، حدد وقت ثابت علشان تحضر الكورس اللي أنت سجلت عليه، حتى لو نص ساعة كل يوم، المهم الاستمرارية. تالت نصيحة، اكتب لحظات وانت بتتفرج، بلاش نتعامل مع الكورس على انه فيلم سينمائي قاعدين بنتفرج عليه. جاوب بقى ان احنا نقزقز لب وناكل واحنا بنتفرج، بلاش الكلام ده. رابع نصيحة، معظم الكورسات دي بيكون عليها واجبات او مشاريع تابعة للكورس، فنطبق اللي احنا بنتعلمه علشان نستفيد من الكورس اكبر استفادة. خامس نصيحة، حاول تنضم للمجموعة. والحقيقة دي الفكرة اللي انا كانت عندي لما بدأت جروب الديسكورد اللي انا عامله. على قناة الديسكورد اللي انا عاملها في جزء مخصص كده للهندسة، والفكرة اللي كانت عندي لما عملت القناة ان انا احاول اجمع الناس اللي هي بتدرس حاجه معينه يذاكروها مع بعض. مثلا من الجروب بتاع هندسه هتلاقوا ناس داخله هندسه من جامعات مختلفه وحتى من بلاد مختلفه، فليه الناس دي ما تتواصلش مع بعض ويحاولوا يساعدوا بعض في المواد المختلفه؟ اعتقد الموضوع دوت هيكون مفيد جدا. وسادس نصيحه واخر نصيحه، وهي ان عادي جدا تلاقي كورس صعب فتسيب الكورس وتحاول تحضر حاجه اسهل شويه، وعادي جدا بعد ترم او اتنين ترجع للكورس دوت مره تانية ممكن تلاقي نفسك بدات تفهم منه. المهم الواحد يفضل ماشي وما يبطلش يتعلم. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة عن أفضل المصادر اللي الواحد ممكن يحضر منها محاضرات مجانا. أتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم، لو فيديو عجبكم تشتركوا لايك وسبسكرايب للقناة، واللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يكتبوا لي في تعليقات تحت الفيديو أو ممكن يكلمنا على الانستجرام أو على الديسكورد، هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن تحت الفيديو برضه، وأشوفكم يا جماعة إن شاء الله في فيديو تاني.